السلام عليكم. في صنعاء للصوت والصورة ثمة صنمية تلوح في الأفق. صنعاء الجمهورية تستيقظ كل صباح على ملامح الكهنوتية الجديدة التي بدت ظاهرة للعيان أكثر من أي وقت مضى، تارة باسم القرآن الناطق، وتارة باسم حسين العصر، وتارة أخرى بالمؤثرات البصرية والبروشورات والورق المصقول التي تقدم تسويقا لمن يسمونهم برموز المسيرة القرآنية، إلى مرحلة تجاوز الصنمية المدمرة إلى مرحلة التعظيم ما فوق بشري. غير أن الجديد في عودة الكهنوت هذه المرة أنه شكل خلطة مركبة من النسخة المحلية للكهنوت ممثلة بموروث الكهنوتية الإمامية السلالية، ومن النسخة الإقليمية ممثلة بكهنوت المولال الإيرانية، ومن النسخة العربية منها ممثلة بمولال الضاحية الجنوبية في بيروت ومولال التيارات الطائفية في العراق. إنها مجموعة من المضادات التي حولت المشتركات العامة إلى ميراث خاص، ثورة مضادة لثورة الشعبية، وسلطة مضادة للدولة الشرعية الجمهورية، ومسيرة قرآنية مضادة للقرآن، صنمية في طريقها إلى التحول إلى نبوة مضادة أيضا. فما الذي يلوح في أفق صنعاء المدينة المفتوحة والتي تسير نحو الانغلاق تحت ضغط قفل الكهنوت الجديد؟ وما خطورة هذه الصنمية الجديدة والخلطة الكهنوتية على الذهنية العامة للجمهورية التي تتعرض للتجريف؟ حول الصنمية الجديدة وعودة الكهنوت ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فدعونا أولا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليكم. يصرخ الحوثيون بالموت لأمريكا وإسرائيل، لكنهم يقتلون اليمنيين العزلة ويدمرون منازلهم، إلا أنه خارج إطار الحرب التي يشنها الحوثيون على المدنيين ثمة حرب أخرى تمضي بالتوازي معها. كانت البداية بثورة الحوثيين ومطالبهم بتحقيق العدالة وتحسين الوضع الاقتصادي للبلد، إلا أنهم لم ينسوا إدراج الدولة المدنية والديمقراطية ضمن مطالبهم. كانت تلك أكبر حادثة تضليل للوعي تعرض لها اليمنيون، وألهبت عواطفهم ومشاعرهم لزمن قصير، إذ سرعان ما تكشفت الأوراق وظهر ما أضمرته النوايا والأطماع لهذه الجماعة. اليوم لا يرفض الحوثيون الديمقراطية والحرية فحسب، بل ويرفضون إيقاف الحرب، والأكثر من ذلك تسعى جماعة الحوثي لتسويق أصنامها كفرسان منقذين للبشرية ومخلصين لها. يسعى الحوثيون لفرض ثقافة جديدة عبر غطاء يقدس العنف ويمنحه تشريعا للقتل والموت، وبطرق دعائية واسعة عبر لوحات كبيرة غزت الشوارع تصف حسين الحوثي تارة بالقرآن الناطق وتارة بحسين العصر، وأخرى أنه أنزل رحمة للعالمين، ورابعة تشرع للجهاد لتسوق له في حربها الأكثر دموية في تاريخ اليمنيين والأكثر عنصرية وتدميرا. 250 مليون ريال هو ما كشفته إحدى الوثائق المسربة عما أنفقه الحوثيون من المال العام للمساهمة في الاحتفال بذكرى مقتل مؤسس الجماعة. وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة طبعت ميليشيا الحوثي 90,000 ملزمة تحوي على دروس لحسين الحوثي عبر صحيفة الثورة الرسمية الخاضعة لسيطرتهم. مفارقة أخرى أكثر ألماً لوجدان اليمنيين هي احتفاء صحيفة 26 سبتمبر رمز الانعتاق من عهد الإمامة بحسين الحوثي حفيد الإمام بمحاولة محو تاريخ ورمزية الجمهورية السبتمبرية من وعي اليمنيين. من وجوه حرب الميليشيا على اليمنيين هي التضييق على الحريات الشخصية التي لم تعد حكرا على تنظيم القاعدة، فميليشيات الحوثي التي تنطلق من ذات المبدأ تفرض مزيدا من القيود على الحريات الشخصية، وليس آخرها التعميم على محلات الحلاقة ومنعها من الحلاقة التي تخالف شرع الميليشيا وتقاليدها. يزداد واقع اليمنيين ظلمة كلما أوغلت الميليشيا بعنفها ضدهم تحت شعارات دينية متطرفة، إلا أن تاريخ الشعوب لا يزال يحمل وعدا بالعدل والتحرر من سطوة الميليشيا ولو بعد حين. لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ نجيب اليافعي الصحفي من الدوحة. مساء الخير أستاذ نجيب. مساء النور، أهلا وسهلا.
أستاذ نجيب، يعني بعد تداول العديد من الصور والعديد من المسميات التي أطلقت على حسين بدر الدين الحوثي، قرآن ناطق وحسين العصر وما إلى ذلك، هناك صنمية تلوح في الأفق، ماذا عنها برأيك؟ نعم، هو استمرار للتاريخ المزور الذي شوه بطريقة عنيفة عن طريق السلاح واستخدام القوة، وهذا ليس بجديد، فمنذ المؤسس الأول الإمام الهادي ابن الحسين الرسي الذي جاء بهذه البذرة العنيفة، وهي تتوالى بنفس الطريقة. كنا نقول لشباب الثورة ولشباب فبراير وللمجتمع وللنخبة الجديدة، التفتوا قليلا إلى الوراء واذهبوا إلى التاريخ لتنظروا ماذا حصل لنا وماذا يحصل الآن. نعم. من يلتفت قليلا إلى الوراء سيجد أنها نفس النسخة، وهي مسألة الصنمية ومسألة القداسة، وهذه من القضايا الرئيسية التي ركز عليها كل الأحرار و الأستاذ محمد الزبيري رحمة الله عليه أبو الأحرار، قال بيتا من الشعر في خطبة الموت، وهو يعني يلخص هذا الموضوع عندما قال: وعدو الشعب من يحكم الشعب باسم القداسة العائلية. هذا هو العدو الحقيقي لليمن الذي لا يزال يتكرر، وهذه النسخة الأخيرة المسمى بالحوثي. ولكن نعم، هناك يعني قضية أعمق من مسألة الصور والدعايات الموجودة، وهو أيضا الموروث الثقافي والموروث الديني المهم جدا. استحضر في هذه الحالة الشاعر محمد بن محمد الذهباني رحمة الله عليه، هذا كان أحد الشعراء الشعبيين، وكان شعره بسيط، ومما قال: رووا أحاديث ما ترضى بها الذمة من أجل نقنع إذا جو شلوا النعمة، لهم بنات الصحون وإحنا لنا الكدمة، هذه الأحاديث من حق النبي شغدر، من حق النبي شغدر. وشغدر هذا كان أحد شعراء الأئمة، وبالتالي هم يغيرون الألوان ويغيرون الوسائل، ولكن تبقى الحقيقة الواقع التي يكرسونها، وهي صناعة الأصنام وصناعة الأسياد، حتى يتحول المجتمع إلى مجتمع يعني من القطيع يلحقوا بعدهم أينما شاءوا. نعم. نعم، هل يمكن القول أننا أمام نسخة كهنوتية قديمة جديدة؟ هم يغيرون اللباس ويتوائمون مع الأحداث فقط، باعتبار الداعم الخارجي المتمثل بملل إيران، وهي النسخة الأسوأ والأقذر على مستوى القرن العشرين، أو على المستوى المحلي وهي نفس النسخة. عندما يقدم حسين الحوثي بهذه الطريقة، سنجد أننا إذا وجدنا وبحثنا في كتب الزيدية الموجودة الآن وماذا فعلوا من جرائم في حق التاريخ ومن حق الصورة الذهنية للشعب اليمني، ستجد أن هناك ما يقارب يعني من 30 إلى 40 سيرة، هذه السير كلها تحكي قصة شخص يعني اختزل الشعب اليمني، وخاصة في شمال الشمال في سير الأئمة، ابتداء من الهادي يحيى بن الحسين، ويليه القاسم ويليه نفس الكلام العياني وعبد الله بن حمزة، إلى أن تخيلي أن الإمام يحيى بن حميد الدين يعني أكبر مجرم في القرن العشرين، وهذه السلالة العجيبة يعني كتبت في حقه ثلاثة سير، يعني لك أن تتخيلي حجم الإغراق الشعبي. والآن أعيدت طباعة الكتب المتعلقة بسيرة الإمام يحيى وسيرة والده التي لديه أيضا يعني سيرتين، وكذلك سيرة الإمام أحمد وسيرة حاكم نعم تايز. يعني هل طبعت في اليمن يعني إعادة إنتاجها من جديد في اليمن؟ الآن إذا ذهبت إلى صنعاء وبحثت في المكاتب، وخاصة مؤسسة الإمام زيد الثقافية التي كانت يعني تمضي في هذا المشروع، الآن أعيد طباعة كل هذه الكتب. والآن نعم، يعني زيد الوزير الذي يعيش الآن في أمريكا ويتكلمون عنه أنه مفكر إسلامي كبير، هذا الشخص تخيلي إلى الآن هو يسرب الآن يعني سير ذاتية للأئمة ليعيد طباعتها عن طريق بعض المحققين وبعض المؤلفين، حتى نعم، يقولوا لنا أن هؤلاء الأئمة كانوا يعني خلفاء الله في الأرض، وكانوا يعني يمضون على سيرة جدهم علي بن أبي طالب. نعم. ألا يوجد أستاذ نجيب يعني استغلال للفكر الشعبي البسيط الذي يعني يحب الدين، يحب القصص صحابة رسول الله ومثل هذه الحكاية، ويربطها لهم بهذا الشكل ويقدمها رويدا رويدا؟ يعني صدم الكثير بمسمى قرآن ناطق، ولكن يبدو أن هذه التسمية موجودة في تراثهم. هذه هي الحقيقة الموجودة والتي ينبغي علينا أن نشتغل عليها، وهي التحدي الكبير المتمثل بالوعي الديني. يعني محمد محمود الزبيري رحمة الله عليه والأستاذ أحمد النعمان والقاضي عبد الرحمن الأرياني كانوا والقاضي محمد علي الأكوع والقاضي إسماعيل الأكوع كانوا يركزوا على هذه القضية بالذات، وهي مسألة الحق الإلهي ومسألة آل البيت. هذه الفكرة علينا أن ننسفها من الجذور، لأنها هي البذرة التي تولد هذا الصراع
يعني حتى إذا انتهى الحوثي الآن سنجد أن هناك أسرة من بيت المتوكل، من بيت شرف الدين، من بيت يعني حجر، من بيت من البيوت الهاشمية التي تواجدت في الحكم لفترة طويلة في مناطق شمال الشمال. هذه ستنشأ من جديد لأن الفكرة موجودة، وبالتالي كان علينا واجب، وخاصة الدعاة والمشايخ والعلماء هؤلاء علينا ألا نصطدم بهم وأن نقنعهم بمسألة نس فكرة آل البيت ونس فكرة القداسة المتمثلة بأولاد علي بن أبي طالب وأولاد فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نقنع الناس أنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو رسول وليس شيخ. عندنا هناك نموذجين، نموذج الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الذي جاء خاتم الأنبياء، ليس له يعني محمد هو خاتم النبيين، انتهى القصة. أما مسألة الشيخ هذا الذي أراد يعني صبيان بني هاشم أو صبيان بني قريش أن يحولوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيخ له من الأتباع ومن النفوذ ومن الأحفاد ومن الأولاد والقصة هذه الطويلة، هذا ليس لنا علاقة لا به لا من قريب ولا من بعيد، وهذه الفكرة عليها أن تترسخ في أنفسنا أولا حتى نقنع الآخرين. يعني عندما تناقش أي إنسان وهو مقتنع بفكرة مسألة آل البيت، فكرة علي بن أبي طالب أو فكرة فاطمة أو فكرة الحسن والحسين وهذه القصص والخزعبلات التي لا زالت تعشعش في أذهاننا، هذه ينبغي علينا أن ننسفها من الأساس حتى نتخلص من فكر الحوثي ومن فكر السلالية والعنصرية والإمامية التي تتكرر علينا في كل وقت وفي كل حين. نعم أستاذ نجيب، كيف تقرأ التحول الذي ظهر جليا ربما للمتابعين وأيضا لمن يعيشون هذه المرحلة؟ كيف نادت ميليشيا الحوثي بداية بدولة مدنية بمخرجات الحوار بما إلى ذلك إلى أن يعني كمشوا على الدولة، ظهرت صورتهم الحقيقية وبدأت بتسريب أفكارهم بطريقة أو بأخرى، والآن تستغل مقدرات الدولة لكل ما يجي من طباعة، من يعني أيضا استخدام الإعلانات التي في الشوارع بشكل يعني يستفز من يعيش في مدينة صنعاء وغيرها، ومن لا يقبل مثل هذه الأفكار؟ هم أصلاً يعيشوا على هذه الصنم، وبالتالي يفهمون أن تكريس صورة حسين الحوثي، يعني عندما توضع صورة حسين الحوثي بجانب الآيات القرآنية وكأنه يعني يروي القرآن، عندما توضع صورة يعني حسين وتروى معه الأحاديث وكأنه يعني خاتم الأنبياء، هكذا الآن يوضح للناس أن هذا الرجل هو أحد الأنبياء وأحد الناطقين باسم القرآن الكريم، وهذه هي صورة من أخبث الصور الآن التي تنشر في البورتريهات وفي الإعلانات وفي الملازم أيضا التي تطبع، الغرق الشعبي بهذا الكم الهائل من المعلومات المتمثلة بملازم حسين الحوثي، وهي ملازم يستحيل الواحد أن يقرأها. بالتالي علينا أيضا أن نعرف أنها ومهما فعلوا ومهما صنعوا، يعني وسائل النقل وسائل النشر الآن توزعت، يعني لو كانت في مسألة الكتب مسألة الإعلانات لكانت الكارثة، لكن الآن مسألة وسائل التواصل الاجتماعي أعتقد أنها كسرت الحيز، وهناك جيل يعني مختلف عن الجيل السابق، ولكن ما يحصل الآن هو أنا في تصوري أنه عقوبة لهذا الجيل الذي لم يحترم ثورة سبتمبر العظيمة، الثورة الإنسانية التي كان ينبغي علينا أن نحافظ على الفكر الوطني والجمهوري والفكر القومي الذي استعاد الهوية الوطنية، وكانت سبتمبر هي الفاتحة. لعلني أتذكر في هذه اللحظة أحد شيوخ صعد بعد ثورة 62 سبتمبر رسم العلم الوطني في قبلة المسجد، وعندما يعني كلموا الناس قالوا له إيش القصة، ليش ترسم العلم الوطني في القبلة؟ قال لهم إذا أردتم الحقيقة اليمنيين لم يعرفوا الإسلام إلا بعد ثورة 26 سبتمبر حتى نعرف مدى وربما التعتيم الذي كان يعيش فيه اليمنيون سابقا يراد له أن يعاش مرة أخرى. اسمح لنا أستاذ نجيب أن يكون معنا أيضا الأستاذ زايد جابر الباحث والمحلل السياسي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ زايد. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ زايد. برأيك ما خطورة تغليف السلالية الكهنوتية بالمقدس كالحديث عن النبوة، الميراث النبوي، المسيرة القرآنية؟ الحقيقة هو هذا المشروع الذي نواجهه والذي حذرنا من قبل سقوط صنعاء وربما حتى من قبل الحروب الأولى، هو هذا المشروع الكهنوتي، هو لا بقاء له إلا بمثل هذه الأفكار التي تضلل جماعة من الناس أن هذا دين وأن هذه عقيدة وأنهم لا يمكن أن ينجوا في الآخرة، يعني وليس في الدنيا فقط إلا باتباع العلم من آل البيت، ويعني لابد هم يسعون الآن إلى تعميم بعد أن توسعت هذه الميليشيا بالقوة إلى أكثر من مكان، يعني أتى الفكر لاحقا لكي
يرسخ البقاء الميليشياوي وبقاء القوات ويريدون تغيير. ولهذا نحن نقول يعني ما حدث ليس مجرد انقلاب كما يفهمه الناس، مجرد انقلاب عسكري ليأتي يعني أشخاص بدل أشخاص، لا، هناك انقلاب فكرة ضد الجمهورية، ضد الميراث الوطني، ضد المواطنة، ضد يعني ضد كل شيء مما يتخيله الناس. ولهذا الانقلابيون يعني يسابقون الزمن من أجل محاولة تغيير الهوية، تغيير الفكر، ترسيخ هذه القناعات وهذا الفكر المذهبي الخطير الذي ربما تجاهله. وللأسف الشديد يعني ما حدث بعد ثورة سبتمبر العظيمة أنه لم يكن هناك اهتمام بمحاربة جذور هذه الفكرة. نحن نقول أن الإمامة قبل أن تكون دولة أو مشروع سياسي هي فكرة، هي فكرة تبحث عن دولة أو عن غطاء. في سبتمبر سقطت الدولة وبقيت الفكرة، وظلوا يتعهدونها يعني منذ المصالحة الوطنية عام 70 حتى أثمرت ما نراه اليوم من هذا الانقلاب المخيف على كل مناحي الحياة. نعم. وعلى كل النضالات اليمنية. هل تقصد أستاذ زيد أن المشروع الجمهوري لم يتحسن فكريا؟ يعني تركت صعدة وبعد المصالحة الوطنية ومنذ التسعينات بالتحديد تحت غطاء يعني حرية الفكر والمذهب، حرية المذهب الزيدي، وإعادة يعني استعادة الأفكار الإمامية، وكان هناك منتديات ومدارس ومساجد وكلها تدرس ضد الجمهورية. أئمة هذا الفكر الذي كان يطلق عليهم الاعتدال من مجد الدين المؤيدي إلى بدر الدين الحوثي إلى غيره وسواه، كانوا يرون أن الجمهورية هي ضد الإسلام، يقولها بكل صراحة هي ضد الإسلام، وأن الإمامة من أصول الدين، وأنه لا يصح ولا يجوز لأي أحد أن يتولى وليس من البطنين. كانوا يقولون هذه الأفكار بكل صراحة ووضوح، ويدرسونها ويعلمون الشباب لها ويوالون عليها ويعتبرونها عقيدة، ويرون أنه يجب على يعني من هو يتبع هذا المذهب أن يمتلك القوة لفرض هذه الأفكار. يقول مجد الدين المؤيدي إن هذا المذهب الشريف ولم يقم له قائمة إلا بالسيف المسلول على أهل النصب المخذول، ويقصد بالنصب كل من وقف ضد حكم الإمامة. فهذه كانت الخطورة، لم يكن هناك انتباه إلى أن تجفيف منابع الإمامة بنشر فكرة المساواة والحرية والعدالة ونضالات اليمنيين والحركة الوطنية اليمنية الممتدة منذ عهد الهمداني وحتى يعني عهد الزبيري والنعمان وغيرهم. لدينا تراث للنضال تم طمسه وتغييبه، وجاءت أجيال جديدة تعلمت على يد هؤلاء، وهم اليوم هؤلاء الذين يتحركون في أكثر من مكان في اليمن. نعم، إذن أستاذ زيد يعني تتحدث عن أنه ترك هذا الفكر بعد ثورة 26 سبتمبر، لم تتم محاربته وهنا خطأ، ولكن دعنا نتحدث عما هو حاصل الآن. أين هم يعني أين المشروع الفكري الجمهوري الذي يستطيع أن يناهض هذا المشروع القادم إلينا يعني من غياب الزمن برأيك؟ يعني للأسف نحن لدينا دولة سقطت، وهي كان المفترض هي التي يعني هي دولة قامت على الفكر الجمهوري، وهي يعني المعنية بحماية الفكر الجمهوري. ولدينا أحزاب، يعني رغم أن الأحزاب الجمهورية كانت على يعني نقيض من هذا الفكر الإمامي كالاشتراكية والناصرية والبعثية، وكلها خاضت نضالات ضد هذا الفكر، وحتى يعني الحركة الإسلامية يعني الإخوان المسلمين والإصلاح فيما بعد ودخلوا في صراعات. لكن يعني للأسف الشديد مع الصراعات البينية بين هذه الأحزاب والصراع الأيديولوجي غضوا الطرف عن مواجهة الفكر الإمامي، ودخلت بعض هذه الأحزاب والتيارات في تحالفات معهم. لا يوجد حامل الآن يعني لمثل هذا الفكر. نحن نقول هناك معركة متوازية الآن، نحن الدولة مهمتها استعادة الدولة واستعادة مؤسساتها ونزع السلاح من هذه الميليشيات، في حين يظل الفكر ويعني غرس الفكر الجمهوري لأن الفكر لا يمكن أن ينزع بالقوة. نحن لا نقول يقاتلونهم من أجل تغيير أفكارهم، هذا مستحيل طبيعي وصعب طبيعي ولا يصح، ولكننا نقول أننا أمام معركة طويلة وممتدة يجب أن يخوضها كل مؤمن بفكر الحرية والمساواة ونضالات الشعب اليمني الطويلة الممتدة. نعم، إذا قلنا أستاذ زيد أن الدولة الآن مشغولة ربما باستعادة الدولة وبالمسألة السياسية والعسكرية، ربما الدور يحمل على عاتق المفكرين، خاصة يعني من يستطيعون مناهضة هذا الفكر من خارج البلاد، ما هو الدور المنوط بهم برأيك؟
هذا أمر مهم. نحن نقول أن لدينا يعني الإمامة الموجودة في اليمن والفكر الموجود الذي تقوم عليه هو فكر غير موجود في العالم العربي والإسلامي بالكامل. نحن حدث هناك خلط ما بين فكر الإمامة الهادوي الذي حكم اليمن وما بين الفكر الاثنى عشري، ولهذا حتى السنوات أثناء الحروب الست وطوال الفترة الماضية كان يتم التشديد على عدم استيراد كتب الشيعة الاثنى عشرية وما إلى ذلك باعتبار أن الحوثية هم حركة طارئة إيرانية، وهذا غير صحيح. هذه مغالطات لم تساعد على حل الإشكالية. كنا نقول ولا زلنا أن الحوثية هي امتداد لحكم الإمامة التاريخي وفكرها منذ الإمام الهادي وعبد الله بن حمزة وأحمد بن سليمان وغيرهم إلى مجد الدين وبدر الدين، كلهم بفكرة واحدة تقوم على أساس نظرية الاتصال الإلهي وحقيتهم بالسلطة والملك. علاقتهم بإيران لا تلغي لا تعني أنهم قد تخلوا عن هذا الفكر الذي ظل منحط في اليمن. وبالتالي طوال السنوات الماضية كانت هناك محاربات خطأ، كان الناس يركزون على إيران، وكلما تحدثوا عن الحوثية ذهبوا يتكلمون عن الشيعة الاثنى عشرية، ولديهم وهم أن الزيدية التي تتحرك الفكرة الإمامية باسمها هي أقرب المذاهب إلى السنة. وتحت هذا المسمى طبعت الحكومة والدولة نفسها، وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم، عشرات بل مئات الكتب للتراث الهادوي الإمامي الذي يكثر كل من وقف ضد الفكرة الإمامية والذي يحتكر حقية، يعني هو لا يرى حقه بالسلطة فقط وإنما حقيتهم بالقرآن بتفسير القرآن وبالسنة. نعم نعم. ومن هنا جاءت فكرة القرآن الناطق. نعم. وقالوها صراحة. نعم. إذن شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ زيد جابر الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ نجيب، تعقيبا على ما طرحه الأستاذ زايد، يعني وتحدث أن ما حدث ليس انقلاب عسكري أو سياسي، وإنما يعني انقلاب ضد الجمهورية، ضد المواطنة، ضد يعني كل ما له علاقة بالفكر الجمهوري، وأن التجاهل لهذا الفكر منذ السابق كان خطأ كبير ارتكب، كان يفترض من بعد ثورة 26 سبتمبر محاربة مثل هذا الفكر. النقطة التي طرحها أيضا الذي أود نقاشك فيها أن التعويل دائما بأن هذه الحركة حركة إيرانية طارئة هو خطأ من وجهة نظر الأستاذ زيد جابر، بالعكس هذه الجماعة ما زالت تحت حكم الإمامة التاريخية وعلاقتهم بإيران لا تنفي مثل هذا الشيء، ما رأيك؟ بالضبط، هم ليسوا طارئين، يعني كثير من خارج اليمن يعتقدون أن الحوثي هو حركة طارئة وهذا غير صحيح. هم لديهم جذور ممتدة وعميقة وطويلة، كان يعني ثورة 26 سبتمبر كسرت ظهرهم العسكري، ولكن مثل ما تحدث الأخ زهد جابر كانت الكتب لا زالت تطبع حتى اليوم، وزارة العدل إلى اليوم تطبع كتاب الأزهار المتمثل يعني بعمدة الفكرة الزيدية، إلى اليوم لا زالت وزارة العدل تطبع كتبهم، وزارة الأوقاف لا زالت إلى اليوم تطبع كتبهم وباسم الدولة، يعني عندهم الكثير من المصادر. يعني لو قلت لك يعني أن المنطقة الوحيدة التي لا زالت تطبع وطبعت الكتب حتى اليوم هي كانت صعدة، صعدة هي كانت المصدر الكبير والوحيد لمسألة طباعة الكتب وطباعة التراث الزيدي حتى اليوم. يعني عندما تبحثي عن بقية الحركات الوطنية والقوى لا تجدي إلا مؤسسة أو مؤسستين فقط يعني التي يعني اهتمت بالتراث والحركة الوطنية. عندما كان الأستاذ خالد الروشان يعني الله يطول بعمره عندما كان رئيس الهيئة العامة للكتاب كان نعم. المشروع الجميل والوحيد الذي حصل في تاريخ اليمن الحديث هو إعادة طباعة الكتب اليمنية القديمة التاريخية بطباعة حلوة، ولكنها كانت طباعة واحدة ووحيدة، وللأسف هذا هو المشروع الوحيد الذي اشتغلت عليه الدولة منذ يعني ثورة 26 سبتمبر حتى اليوم. يعني عندما نبحث يعني عن كتاب مأساة واقع الواقع رواية الأستاذ محمد محمود الزبيري التي تكلم فيها عن اليمني وطبيعته وطبيعة المجتمع وماذا حصل بعد 48 وعن نفسية وكيف يعني يتم التعامل مع المجتمع اليمني، لا تجدي هذه الرواية موجودة في الأسواق باستثناء مكان واحد يعني وطبعة قديمة. كثير من الكتب يعني عندما نتكلم عن مذكرة الأستاذ أحمد النعمان يعني لا تجديها حتى في المكتبات، كثير من الكتب تم حتى كتاب اليمن الجمهوري للأستاذ عبد الله البردوني في الفترة الأخيرة تمت مصادرته من السوق وكثير من الكتب الجمهورية. يعني هكذا تحدث كثير من المتابعين أن هناك أسر هاشمية يعني عنصرية
استاذ نجيب، يعني دعنا نتحدث عن دور الدولة سابقا في كل ما حدث، خاصة في مسألة اللعب على الذهنية يعني بالنسبة للمواطنين اليمنيين الذين يعني كان يفترض أن يتابعوا هذا الشأن، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ نجيب. استاذ نجيب، كنت تتحدث عن دور الدوله، واود ان اسالك لماذا برايك يعني هذا الدور السلبي تماما تجاه ما حدث، خاصه في مساله عدم احياء الكتب التي يعني تتحدث عن الجمهوريه والتي تناهض الفكر الامامي، على العكس تماما يتم طباعه الكتب الاماميه واعاده انتاجها مره تلو اخرى. هل هذا قصور وعي لدى الدولة سابقا، أم أنه كان هناك اشتغالات أخرى لا يعلم بها المتابع؟ لا، كان هناك عمل منهج مقصود ومركز، وهو الإماميين العنصريين المتواجدين في السلطة، وخصوصا من الأسر الهاشمية التي تواجدت في الحكم لفترة طويلة، ونتكلم عن أسر محددة هي كانت متواجدة من 62 وما قبله وما بعده. هذه الأسر تواجدت في مفاصل الدولة، وخاصة فيما يتعلق بمسألة التعليم، مسألة الأوقاف، مسألة وزارة العدل. هذه الوزارات كانوا يتواجدون فيها بشكل قوي وعنيف، وهم يعني ظلوا يضخوا في يعني مسألة التراث، مسألة الثقافة بشكل مجنون. يعني حتى في إذاعة صنعاء هي كانت محسوبة على يعني عنصريين ومعروفين، والشعب اليمني يعرفهم. يعني إذا كانت كل اليمن لا تقول حي على خير العمل، لكن إذاعة صنعاء إذا هذا البرنامج العام كانت تكرس هذه القضية، وكانت تكرس كثير من الألفاظ والتواشيح التي يعني تركز على مسألة الوصي وابنيهما وهذه القصص الخرافية التي ظلت في الذهنية العامة، وحتى في الأعراس يعني كثير من الأناشيد هي تشير إلى هذا الموضوع. بالتالي كان هناك عمل منهج، وأنا أقتبس هنا نص صغير للدكتور عبد العزيز المقالح، الله يطول بعمره، يعني عندما يقول في حديثه إلى شباب سبتمبر في عام 1989، يقول: إدانة جرائم الماضي وبقسوة ضرورة لا بد منها، والزعم بأن الهجوم على الماضي قد يشكل ضربا من المديح للحاضر زعم باطل، فالحاضر يعاني من مشكلاته الجديدة التي تبرر على الدوام، والتي ربما في غياب الحديث عن الماضي أنست الناس مشكلة ذلك الماضي، ومن هنا فلا بد من مواصلة فضح الماضي ومحاكمته علنا حتى لا يفيد من أخطاء الحاضر، ولكي تعطينا وقائعه العبرة وحسن الاختيار والقدرة على التجاوز. مشكلة اليمنيين هي الذاكرة التي تنسى بشكل سريع. نعم. عندما سمعنا الآن عبد الملك الحوثي وهو يتكلم بهذه الطريقة، يعني شيء عجيب والله. تقول أين ذهبوا وعي الناس من هذا الكلام ومن هذه المقارنة البسيطة، وهي من سنوات بسيطة، فما بالك يعني بعشرات السنوات التي ظلوا يكذبون فيها. يعني ما رأيك، يعني ما هو مدى تأثير هذه الصنمية الجديدة على الذهنية العامة للجمهورية؟ أنا أعتقد أنه لا قلق، لأنه يعني لقد تمسخر الناس بالحوثي وبالهاشميين العنصريين وبالإمامة. يعني لو قلت لك أنه من يوم ما جاء الهادي إلى اليمن قبل يعني 1000 سنة حتى اليوم، لم يتمسخر اليمنيون يعني طوال هذه الفترة مثل ما تمسخروا بهم هذه الفترة، تحولوا اليوم إلى مسخرة. ولكن أن تشاهدي حجم النكات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي شيء عجيب. لكن وسائل التواصل الاجتماعي ليست كل الناس استاذ نجيب، وسائل التواصل الاجتماعي ليست كل الناس، يعني هي فئة محددة ربما يعني تستطيع الدخول على الفيسبوك وتستخدم التويتر وما إلى ذلك. هناك مجموعة كبيرة لا يتم يعني التواصل، لا يعني تستطيع التواصل بالتواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة هناك الأطفال الذين بدأ أيضا مشروع جديد بمجلات جهاد ومجلات كان يا ما كان لتروي قصص حسين بدر الدين الحوثي الفارس القادم من سلالة النبي حد زعمهم. يعني مثل هذه الأمور يفترض أن لا تكون غائبة، وألا نركن فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، أليس كذلك؟ بالتأكيد الآن يعني ينبغي علينا أن تكون هناك معركة فكرية وثقافية توازي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وتوازي حجم الطائرات التي ضربت. يعني لو كان هناك يعني عمل موازي يعني بسيط فكري وثقافي موازي للعمل العسكري، أعتقد أن الشعب اليمني سيتغير. وبالتالي أيضا علينا أن نراهن أن المجتمع أيضا قد تغير. إحنا عندنا مشكلة الفوبيا حينما نشاهد الضغط العسكري والعنيف للحوثيين، أيضا هم يعني عبر التاريخ هذه يعني خذوها قناعة
عبر التاريخ لم ينتشروا ولم يرسخوا كل شيء إلا عن طريق القوة العسكرية، وهذه كانت أداتهم الرئيسية في فرض هذا الفكر الغبي الذي لا يقبله لا منطق ولا عقل، ولم نستفيد منه شيء حتى الآن. يعني لم يعني إذا تكلمنا عن العلماء والباحثين الذين يعني إذا أتوا إلى اليمن من خارج اليمن سواء كانوا عرب أو غير عرب من القرن السابع عشر حتى يعني العام 1980 كانوا قد استخرجوا ما يقارب أكثر من 10,000 خنقش. هذه النقوش تتكلم كلها عن حضارة اليمن القديم. إذا كان هذا يعني الحضارات المتتالية على مدار يعني القرون الطويلة خلدت ذكر اليمن كحضارة وكعراقة، يعني ابحثي عن الإمامة وماذا خلفت لنا في اليمن، ستجدي أنها يعني الحروب والدمار والقبة المتوكل وقبة الهادي وقبة المهدي وقبة عبد سعيد، وهذه القباب التي وردوها لنا. وأكبر مقبرة في الشرق الأوسط على فكرة هي موجودة في صعدة التي كانوا يقولون أنها يعني مدينة السلام، وهذه من الحقائق العمياء مثل ما تقولي أن الأعمى يعني يتكلموا بأنه البصير، ورغم أنها مدينة الحرب التي لا زالت تصدر الحرب حتى اليوم وحتى هذه اللحظة يعني. نعم. طيب أستاذ نجيب، لو تحدثنا يعني عما حدث بعد ثورة 48 حينما سمي الثوار في تلك الفترة بالقرآنيين وبأنهم يعني أو الدستوريين أو يعني المناهضين لهذه الفكرة، ما علاقة ما حدث باللحظة الراهنة برأيك؟ يعني هي المصطلحات التي يعني يضفوا على أعمالهم العسكرية والعنيفة باسم القداسة، يعني كان من قبل يقولوا أنهم قرآنيين وأنهم يحرفون القرآن، اليوم يقول عنك بأنك داعشي وتكفيري ويعني يتكلموا بهذه الطريقة. أيضا ارتباطهم بمسألة يعني بالدين وبالسلالة وبالنبوة وبعلي بن أبي طالب وفاطمة وبهذه الطريقة التي يكرسون فيها في الذهن العام أنهم سلالة مقدسة، هذه يعني من أخطر الأشياء التي علينا أن نركز عليها. على مدار التاريخ كانوا يعتبرون يعني اليمنيين كلهم كفار تأويل يجوز لهم القتل والسلب، وحتى الذي لم يقتنع بهذا الكلام عليه أن يشاهد الآن ماذا يفعل ماذا تفعل عصابة الحوثي في كل مناطق الجمهورية وماذا فعلت باليمن واليمنيين حتى الآن. يعني كنا من قبل نقول لماذا لا يقرأ الناس التاريخ، اليوم لا نريد من الناس أن يقرأوا التاريخ، نريدهم فقط أن يشاهدوا ماذا يصنع الحوثي. هذا هو التاريخ المنطوق بدل القرآن الناطق، هذا التاريخ هو التاريخ المنطوق الذي نشاهده أمامنا حي، هو يعني ترجمة عملية لتاريخ الإمامة والكهنوت في تاريخ اليمن بكل بساطة يعني. نعم أستاذ نجيب، ربما كلمة القرآن الناطق التي يعني صدرت بها ملحق صحيفة الثورة كان شكلت صدمة كبيرة لكثير من المتابعين ولكثير من الناس، يعني كيف يسمى هذا الشخص بالقرآن الناطق؟ ولكن يعني حسب كتابة الكاتب حسين الوادعي يعني يقول في الوثيقة الفكرية والثقافية الحوثي نجدهم يتحدثون عن القرآن وآل البيت كشيء واحد، فآل البيت ليس ورثة القرآن ولكنهم قرناء القرآن، وشيء لا يقرن إلا بما يتساوى معه في المرتبة. يعني من هذا المنطلق ربما يعني نحن صدمنا، ربما لأننا لا نعلم ما الذي يدور في أفكارهم، إذن هم يريدون الآن تسويق أفكارهم بهذه الطريقة؟ بالضبط، هم يقولون أنهم قرناء القرآن بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن أو أن يفهم معانيه أو أن يعني يعرف ماذا قال فيه يعني وماذا نزل فيه إلا عن طريق يعني فقهاء أهل البيت، هكذا هم يقولون وهكذا كل تراثهم. وهذه هي الآن التحدي الكبير الذي علينا أن نقنع المشايخ والعلماء والدعاة والمصلحين الاجتماعيين في اليمن بأن يفندوا هذه الأفكار وينسفوها من الأساس. وما لكن يعني الآن ربما لا يستطيعون ذلك أستاذ نجيب، تعلم يعني مدى التغييرات التي حدثت لأمة الجوامع، مدى الحصار الفكري الذي تعيشه المدن التي تقع تحت سيطرة الحوثي، كيف يمكن التحرك من خلال هذا الأمر؟ فقط أهم شيء أن تعود الكهرباء، والآن مع وجود الطاقة الشمسية أعتقد أن الناس يعني تغيروا، يعني لم يعد كل شيء مغلق كما كان من قبل، وبالتالي هذه هي معركتنا الحقيقية. يعني لنضحي بهذا الجيل من أجل هذه المعركة الفكرية والثقافية والعسكرية لإنهاء جذور الإمامة من الأساس. إذا استطعنا هذا الجيل، وأنا أعتقد أنه يعني ليست مشكلة في عمر الأمم أن يضحى بجيل من أجل أن نصفر هذا العداد ونصفر هذه المشكلة من الأساس حتى ننطلق من جديد، ما لم ستظل هذه الجذور موجودة، وكل فترة ستنطلق علينا من جهة وستخرج أسرة تدعي الإمامة مثل ما ادعت يعني أسرة بيت الحوثي. هناك طابور طويل من الأسر الهاشمية التي تنتظر في الطريق، بيت المتوكل وبيت شرف الدين وبيت عقبات وهلم مجر، هذه الأسر كلها ماسكة طابور الآن. حتى لو انتهى الحوثي ستجدي يعني اليوم الثاني بتطلع واحدة من هذه الأسر وعندهم من التاريخ ومن الثقافة. إذا كان زيد الوزير الآن المفكر هذا الكبير الذي يعني
بيت الوزير الذي عايش في أمريكا من الستينات وحتى اليوم، عندما تقرأي كتبه لا زال ينظر لمسألة يعني أن فكرة الزيدية هي أفضل يعني فكرة وجدت في التاريخ حتى اللحظة، حتى هي أفضل من الديمقراطية، يتكلم بهذه الطريقة لأنها يعني جمعت بين القديم وبين الحديث، وهذه الفكرة غير موجودة إلا يعني عندنا. يعني إذا كان يعني يفكر بهذه الطريقة فما بالك بالذين يعني لم يخرجوا من اليمن وظلوا في الجبال يعني لأكثر من 20 إلى 30 سنة. هذا هو التحدي. طيب يعني كما تحدث أستاذ نجيب، لا نستطيع أن نحارب الناس في أفكارهم أو نغير قناعتهم بالحرب، هناك حرب فكرية أخرى يجب أن تدار. كيف يمكن يعني أن نخفف من حجم ما يحدث الآن من خلال يعني هذا البث، بث السموم التي يقومون بها؟ كما تتحدث هناك قناعات كثيرة لكثير من الأسر تتحدث بنفس المنطق أو بالمنطق ذاته، كيف يمكن مواجهة مثل هذه الأمور وأنت تقول لي إذا انتهى الحوثي ستظهر هناك يعني كثير من السلسلات من بعده؟ يعني أعطيك مثال بسيط على مقاومة البيضاء العسكرية والمقاومة الفكرية. عندما تتابع الشيلات والزوامل التي بثت خلال الفترة الماضية ستنذهلي من يعني من مئات الشيلات والزوامل التي خرجت من داخل البيضاء، ومئات الأشعار التي خرجت من داخل البيضاء. البيضاء مقاومة فكرية يعني توازي المقاومة العسكرية التي بدأت بها عندما كان الناس نايمين. يعني عندما نتكلم الآن على كثير من الشعراء الموجودين الآن، على مجيب غنيم، على يعني دهاق الضبياني، على عامر السعيدي، على يعني الفكر الشعبي البسيط، وخاصة الشعر، وخاصة الفنون، الأعمال الفنية البسيطة، هذه تنتشر بين الناس، وأنت تدركي معنا انتشار الفن والثقافة بشكل بسيط. يعني الحوثيين استخدموا الزوامل والأشعار واستخدموا الوسائل البسيطة حتى ينتشروا بين الناس، وهذه أيضا علينا أن نستخدمها حتى نصل إلى الطبقات البسيطة والعامية. نعم. إذا اسمح لنا أيضا أن ينضم معنا الأستاذ هشام قاسم من صنعاء الناشط السياسي عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ هشام. مساء النور العافية. أستاذ هشام، يعني تحدث ضيفي الكريمين أنه ليس مجرد انقلاب، ما حدث ليس مجرد انقلاب سياسي وإنما انقلاب فكري أيضا على الفكر الجمهوري مصاحب للانقلاب السياسي، ما رأيك؟ أولا مساء الخير عليكم جميعا. الموضوع مهم فعلا. ما حصل هو لم يكن وليد اللحظة التي حصلت في 21 سبتمبر 2014. كان هناك تهيئة وهناك تجييف للهوية والثقافة الجمهورية منذ عشرات السنين، وتخللت خطتهم يعني بتجريف الفكرة الجمهورية عند الناس تماما بتشكيل مشروع التوريث وتأطيره في شخص أحمد علي عبد الله صالح وفي أسرة علي صالح. وكان اللوبي الإمامي الهاشمي ضالع في هذه المسألة كثيرا، بل أنه ربما كان صاحب الفكرة الأساسية. تقربهم من مكان القرار، يعني جمهورية عمرها 54 عام خاضت مراحل صراع بعد الجمهورية ونجاحها، حروب وحروب وحروب ثم استقرار وحروب، إلى أن جاءت الفرصة التي كان يملك فيها علي عبد الله صالح الفرصة يعني لبناء يمن متكامل، لم يكن هناك ما يعيقه. في تلك اللحظة الإمامية وهي عميقة في وجدان الشعب وعميقة في اليمن بشكل عام، استطاعت أن تكون جزء من مشروع علي صالح، واستطاعت أن توجه ضربة قاصمة لظهر الجمهورية بتشكيل مشروع التوريث الجديد، بأن تصبح هذه الجمهورية جمهورية وراثية، وهناك يسقط مفهوم الجمهورية نفسه، لا يصح أن تكون هناك جمهورية ويتم توريثها. نعم. وقد نجحوا بذلك. نعم. ربما عرفنا المقاومة السياسية والعسكرية أيضا للانقلاب، يعني هناك أيضا المقاومة الفكرية، ماذا عنها؟ العمل هو تكاملي والعمل تزامني أيضا. نعم. لا يمكن لأي مقاومة أن تتشكل إلا ولديها يعني طروحات، ولديها فكر، ولديها مرجعية ثقافية، ولديها يجب أن تتشكل ثقافة عامة عند الناس، سواء المقاومين أو الشعب الذي يستقبل من المقاومة. يجب أن تتشكل ثقافة توزع على عموم الشعب، وتكون هذه الثقافة هي الدافع المعنوي الذي يحرك المقاتلين في الميادين. نعم. ما ينقصنا، لا أقول أنه فيما يخص اليمن في المرحلة الحالية، أعتقد يجب
يجب الترويج للمفردة الجمهورية، ويجب الترويج لكل موروث، كل موروث آتي من سبتمبر يجب أن يكون هو المتداول بين أبناء الشعب اليمني الذي يؤيدون المقاومة، ويجب أن تكون الجبهة المعنوية التي تحرك الجيش والمقاومة الشعبية يجب أن تشمل في كل أغانيها، في كل بياناتها، في كل زواملها إشارة واضحة للمعركة الأساسية. يجب أن يعرف الناس أن الصراع جمهوري ملكي. طيب أستاذ هشام، يعني نعم هناك حديث يعني ولو كان من باب السخرية، أن من يعني القيم الإيجابية الوحيدة التي تذكر لوجود الحوثي أنه أعادنا أو أعاد الشباب للفكر الجمهوري وللقراءة حول تاريخ الجمهورية من جديد. يعني هناك خطاب جمهوري بدأ في يعني كتابات الشباب ووعي أيضا بمناهضة الإمامة، بدأ بالتبلور. برأيك متى ممكن أن يتحول إلى مشروع فكر جمهوري بحت ليناهض هذه المشاريع؟ أولا نعرف جيدا بأن المشروع التوريثي الذي جاء على حساب النظام الجمهوري والذي تبناه المخلوع صالح وكان حوله ومعه وفيه وفوقه وتحت رجله الأخوة الإماميين بقوتهم وبتواجدهم الشعبي، ذهب إلى تشويه المفردة الجمهورية وموروث الجمهورية وثقافة الجمهورية عند الناس. في الآونة في العشر السنوات الأخيرة، نستطيع نقول من 98 خلينا نقول، كان هناك تعمد لتجاهل الحدث السبتمبري، كان هناك تعمد لتشويه المفردة الجمهورية وثقافتها بشكل عام. سوء الحوثي عندما ظهر الحوثي بهذا القبح، وهي حقيقة ظاهرة، ظهر متزامنا بنفس اللحظة مع القبح الذي أخفاه المرتد علي صالح باعتباره كان قد اعتبر الجمهورية ورث شخصي. هذا القدر الهائل من القبح فعلا عاد للجمهورية ألقها، بل جعل الناس يذهبون للبحث ما هي الجمهورية، متى قامت، من الذي قام بها، ما الأهداف التي جاءت بها. بدأ الناس يعني يأخذون مجال البحث ليصلوا إلى الحقيقة، وقد نجحوا في الوصول إلى كثير من الأشياء. لكن يجب أن تكون هناك جهة منظمة قادرة على برولة مشروع ثقافي تنويري متزامن مع الحركة النضالية التي تحصل اليوم، حتى تكون جزء من التاريخ للمستقبل، للأبناء، للأجيال القادمة. يجب على الدولة والمقاومة والجيش أن يبلوروا هذا الفكر الجمهوري في مسائل ملموسة، في مادة علمية موثقة، في مادة أدبية موثقة. يجب أن يحكى عن الأبطال، يجب أن توثق قصص الأبطال الذين يخوضون المعارك اليوم، مثل ما سبتمبر وثقت قصص القردعي والسلال وعلي عبد المغني وجزيلان وأحمد عبد الرب العواضي وعبد الرقيب عبد الوهاب. يجب أن نمسج عن الأبطال الذين يسقطون اليوم في الجبهات قصص وحكايا يجب أن تنقل. والآن يصدروا لهم مطبوعات جديدة فعلا. شكرا لك الأستاذ هشام قاسم الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة أخيرة لك أستاذ نجيب. أستاذ نجيب، لو تحدثنا عن قمع الحريات الفكرية والحريات الشخصية أيضا التي بدأت تمارسها جماعة الحوثي، ربما على خلفية ما حدث في الحديدة من أمر لأصحاب المحلات الحلاقة، هل نعتبر ما حدث بداية حقيقية لظهور المشروع أو الممارسات الحوثية تجاه المجتمع؟ يعني لا يوجد أكثر من استخدام العنف واستخدام القتل كوسيلة لتعبر عن أسوأ وأعنف ما في هذه الجماعة وما في هذه السلالة القذرة والحقيرة التي صدرت اليمن هذا المشروع العنيف، وبالتالي ما سيصدر عنهم الآن لا يهم. ولكن أعتقد أنهم يعني يحاولون فرض يعني أفكارهم وفرض تصوراتهم بالقوة وبالعنف على الشعب اليمني، ولكن المقاومة الشعبية الآن الموجودة في كل مكان وبقايا الجيش الوطني المتواجد الآن والصخرة التي ستتكسر عليها هذه الأفكار. إذن هناك تشابه أستاذ نجيب بين الممارسات الحوثية، هناك من يقول أن هناك تشابه كبير بين الممارسات الحوثية وأيضا الجماعات الإرهابية المتطرفة من خلال قمع الحريات الشخصية، هل هناك قواسم مشتركة بينهما برأيك؟ ما من شك أنه الفكر المتخلف دائما هو يلقي بظلاله على كل ما هو سيء وكل ما هو يعني نابع عن تصورات لا ترتبط ارتباط يعني كبير ولا ارتباط حقيقي بالمجتمع. يعني المجتمع اليمني الذي يريد أن يعرفه بشكل جيد عليه أن يعود لتراث البرادوني وتراث الزبيري وتراث الدكتور مقالح وتراث القاضي إسماعيل الأكوع، وعليه أن يعود إلى الأغاني التي صدرها أيوب طارش الله يطول بعمره،
وابو بكر سالم وكرامه مرسال ومحمد سعد عبد الله، وايضا ان يعود الى ما سطره ايضا الاستاذ علي بن علي الانسي، وايضا ما كتبه العلامه مطهر الرياني. هناك لدينا تراث شعبي كبير صحيح تراث وواسع، علينا ان نهتم به وان نصدره وان ننشره. دعني استاذ نعم، يعني بهذه النصائح الذهبية التي وجهتها للشباب دعني أختم هذه الحلقة الفكرية. شكرا جزيلا لك أستاذ نجيب اليافعي الصحفي، كنت معنا عبر سكايب من الدوحة. مشاهدينا الكرام، كما تحدث الأستاذ نجيب، هناك تراث غني وواسع، هناك يعني جذور فنية كبيرة، هناك حاجة يعني قوية من المجتمع وتعطش لكل ذلك، للفنون، للمسارح. نود أن نجد ذلك مستقبلا بإذنه تعالى. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، لن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.